بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في سلسلة دروسنا التعليمية التي تقدمها لكم قناة علاء الدين التعليمية. زي ما أنا هنا المرة في الدرس اللي فات طبعا خدنا إزاي نضيف صورة خلفية طبعا باستخدام الأمر اللي هو background. طبعا قلنا لازم أكون كاتب المسار بالكامل، مسار الصورة اللي أنا عايز أحطها كخلفية. وطبعا شفنا آخر حاجة أن الصفحة أصبحت بالشكل اللي هو ظهر قدامنا، وطبعا ظهر فيها المحتوى، وقلنا ظهر فيها اللي هو العنوان أو موضوع المحتوى اللي أنا كتبه، وادي اسم الصفحة أو عنوان الصفحة اللي هي سكول. لو جينا رجعنا الأكواد، لو افترض أن أنا مثلا عايز أضيف صور مثلا داخل الصفحة، لو عايز أضيف صورة داخل الصفحة، تعال نستخدم مثلا علشان يظهر معي الصورة، لو استخدمت مثلا الأمر BG Color اللي هو لون الخلفية، BG Color. بعد كده طبعا قلنا لو عايز استخدم الامر بيجي كولر يبقى استخدم اللي هو احط اسم اللون وليكن يلو، واقول له فايل وسيف، لازم احفظ الاول. بعد كده تعال نروح لصفحه الويب واقول له ريفرش، عملها لي باللون الاصفر. تعال نحط بقى صور كخلفيه. لو انا جيت هنا استخدم مثلا، لو انا عايز اضيف صوره، اسف طبعا احنا قلنا الصوره كخلفيه استخدم الامر اللي هو باك جراوند، وخدناها طبعا الدرس اللي فات. المره دي النهارده ان شاء الله عايزين نعرف ازاي اضيف صوره داخل الصفحه، داخل المحتوى نفسه. يعني مثلا لو انا عايز احط صوره هنا كده تظهر في الشكل الجزئيه دي، او هنا، او في منتصف الصفحه، في اي مكان داخل الصفحه، ولكن مش صوره كخلفيه، انا عايز احط صور كده جنب بعض داخل محتوى الصفحه. هنستخدم امر اسمه الامر ايمج، وده بيكتب عاده زيه زي الفونت كده، بيستخدم في امر ليه السطر ما فيش اي مشاكل، مش هيكتب داخل بدايه البادي. اقول له اكتب افتح البدايه الاول واقول له ايمج، بستخدم الاي ام جي اللي هي اختصار كلمه ايمج. طبعا لو انا نهيت كده اكن ما عملتش اي حاجه، هفتح الامر ايمج واستخدم معاه الخاصيه SRC اللي هي اختصار كلمه سورس، يبقى SRC لو كتبتها كده اختصار كلمه سورس زي ما ظهر قدامي كده، اختصرها في الامر SRC. وبعد كده اقول له بيساوي. دلوقتي انا استخدمت الامر ايمج مع الخاصيه SRC اللي هي اختصار كلمه سورس، مع اللي هي الاي ام جي اختصار كلمه ايمج صوره. طبعا عايز اكتب هنا كده القيمه اللي هتظهر لي مع اللي هي القيمه او المسار، يبقى هنا نفس المسار، نفس اللي عملته مع مع الامر باك جراوند في الدرس اللي فات، هعمله مع الخاصيه SRC اللي هي سورس. اول حاجه هعمل اللي هي دبل كوتيشن علامات تنصيص، بعد كده نكتب اللي هو المسار بتاع الصوره اللي انا عايز اجيبه، وليكن لو دخلت على الصور، تعال نرجع لملف الصور، لو عايز اجيب مثلا وليكن الصوره دي كده اللي هي دي 11 دوت جي بي جي، عايز اجيبها موجوده، تعال نشوف هي موجوده في الملف اللي اسمه بي اتش 1، تعال نجيبها كده مثلا، نقول له بي اتش 1 سلاش بي اتش 1 سلاش اسم الصوره، اسمها اللي هو دي 11 دوت جي بي جي، واقفل علامات التنصيص، واقفل اللي هي الخاص الامر ايمج، يبقى كده خلصت. طبعا الايمج ملهاش نهايه، يبقى اقول له فايل وسيف. تعال نشوف الصوره هتظهر لي فين، لو رحت لمجلد صفحه الويب بتاعتي وقلت له ريفرش، شايفين الصوره ظهرت فين؟ ظهرت لي فوق كلمه اللي هي مدرستي، والمحتوى جاء تحت. طبعا الشكل اللي احنا عاملينه ده كده، في ايه المشكله اللي ظهر معايا؟ المفروض ان انا يكون عنوان الموضوع او الموضوع بتاعي بتاع المحتوى، المفروض ان هو ظاهر في اعلى الصفحه، وادي المحتوى، بعد كده الصوره تظهر اسفله. في مشكله ايه هي؟ ان انا هنا لو خدنا بالنا شايفين انا كتبت الامر فين، فالمفروض ان انا اكتبه تحت المحتوى نفسه لو انا عايز اظهره، يبقى اقول له كنترول اكس اخده او قط، واجي تحت المحتوى لو انا عايز اظهره بعد المحتوى واقول له كنترول في. تعالى نعمل فايل وسيف ونقول له تعال نروح ريفريش للصفحه، نعمل ريفريش، اصبح دلوقتي ادي مدرستي وادي اللي هو مدرسه بابشين، ولكن مدير المدرسه برضه نفس المشكله هي جايه تحت الصف. تعال نشوف ايه المشكله اللي ظهر معايا. لو خدنا بالنا ما بين كلمه مدير المدرسه وما بين الامر ايمج، لازم المفروض ان انا استخدم الامر بي ار انشاء سطر جديد، لان دلوقتي طبعا لو قلنا ضغطت انتر، فانتر طبعا قلنا المستعد ما بيتاثرش بالامر انتر من لوحه المفاتيح، فلازم
اكتب استخدم الامر بي ار اللي هو بيستخدم لانشاء سطر جديد يعتبر بيقوم بوظيفه انتر، واقول له فايل وسيف. تعال نشوف تاثير الامر بي ار لانشاء سطر جديد ايه اللي هيحصل معايا. اعمل له ريفرش، خدنا بالنا دلوقتي اصبح المحتوى كله جاء اعلى الصفحه وعندي الصوره جت اسفل الصفحه. طبعا لو عايزين نضبط عرض وارتفاع الصوره اللي معايا عندي قيمه القيم ويتس اللي هو العرض والهايت اللي هي الارتفاع، برضو بتستخدم في نفس داخل الامر ايمج. اجي كده بعد الدبل كوتيشن واخد مسافه، بعد كده استخدم اللي هو الامر ويتس وليكن اللي هو العرض، واقول له ان العرض بتاعي بيساوي مثلا دبل كوتيشن، واقول له وليكن خليه كام، ان خليه مثلا 400. برضو لو عايز اضبط الارتفاع هقول له الهايت بيساوي هايت بيساوي دبل كوتيشن، واكتب له القيمه بتاعتي وليكن 500 وفي الدبل كوتيشن. يبقى انا كتبت الويتس، يبقى الام اللي هي الخاصيه ويتس والخاصيه هايت بتيجي مع اللي هو الامر ايمج علشان اضبط عرض وارتفاع الصوره، وادي لها القيم بتاعتها بالارقام واقول له فايل وسيف، فايل وسيف. بعد كده تعال نشوف تاثير الكلام ده على صفحه الويب بتاعتي، اقول له ريفرش. شايفين الصوره بدات خدت عرض اقل من اللي كانت واخداها القيمه الافتراضيه، وطبعا الارتفاع بتاعي. لو عايز كمان اضيف بعض الصور جنبها ما فيش اي مشكله، ممكن كمان اقلل في العرض واقلل في ممكن كمان اقلل خليها 300 وليكن، واخلي الارتفاع بتاعي كام 400. اقول له ريفرش، فايل وسيف. بعد كده تعال نعمل ريفرش، صغر لي الصوره بتاعت ايه. تعالى لو عايز اضيف كمان صوره كمان هاخد دلوقتي، مش هحتاج ان انا اكتبه مره تانية، كل ما في الموضوع ان انا اخد بعد ما حددت الامر ده اخده كنترول سي واجي سطر تحتها على طول، ما استخدمش بقى البي ار. لو انا استخدمت البي ار فهيحط لي الصوره دي تحت دي، ولكن عايزها احطهم جنب بعض فاقول له كنترول في. بعد كده اجي على اللي هو دي 11، طبعا لازم اغيرها اللي هو اسم الصوره لان كده هيضيف لي نفس الصوره هي هي. تعال نشوف لو عايز مثلا اضيف وليكن صوره غير دي كده. تعال ندخل على مثلا ده الساوند، اسف، ندخل مثلا على اللي هو 10 ونستخدم مثلا اللي هي تي 3 جي دوت جي بي جي تي 3 اسم الصورة موجودة في مجلد اسمه تن. يبقى أنا هاجي كده في صفحة الويب واجي أكتب نروح على البي اتش 1 اللي هو المجلد، لا هقول له هات لي بقى من المجلد اللي اسمه تن الصورة اللي اسمها تي 3. يبقى أقول له حرف التي بعد كده 3 ونفس الامتداد هو هو، وهنخلي نفس العرض والارتفاع برضو نفس الضبط هو هو، واقول له تعالى بقى نشغل اللي هو صفحه الويب واقول له ريفرش. هلاقي ان هو ضاف لي صوره كمان بالشكل اللي ظهر معايا. برضو تعالى كمان نضيف صوره تانية. يبقى كل صوره هستخدم لها نفس الامر، ولكن طالما كتبت الامر مره واحده بس كنترول سي مثلا واقول له اكتبه، بعد كده اخد سطر واقول له كنترول في واجي اغير مثلا. تعالى نشوف ممكن مثلا نشوف كمان مجلد تاني، تعالى نجيب من المجلد اللي اسمه تكريم واجيب وليكن الصوره اللي هي ام دي 10 تكريم ام دي 10. يبقى هنا اسمي الصوره المجلد بقول له تكريم، بعد كده هقول له ام دي اسم الصوره ام دي 10 دوت جي بي جي ام دي 10 ده اسم الصوره دوت جي بي جي، واقول له نفس برضو الارتفاع واقول له سيف. تعال نشوف تاثير الكلام ده على المجلد، اقول له ريفرش هيظهر لي معايا طبعا بالشكل اللي ظهر معايا كده. ده لو انا عايز اضيف صوره داخل الصفحه، وطبعا اضبط الصور زي ما انا عايز سواء العرض او الارتفاع قلنا الخاصيه. يبقى انا ضفت صوره اولى من المجلد اسمه فوتو 1، الصوره الثانيه كانت من المجلد اللي هو اسمه 10، الصوره الثالثه اللي هي اللي هو يعتبر تكريم الاوائل، بعد كده الصور الثالثه كانت من مجلد اللي هو تكريم، وطبعا بستخدم اسم الصوره زي ما احنا شايفين كده. ادي الاوامر اللي استخدمتها علشان اضبط اللي هي اضيف صوره، وزي ما قلنا يعتبر ان انا باخد بعد كده كوبي وبكتب الامر مره واحده وبعد كده باخده كوبي وبغير يعتبر بس اسم الصوره والامتداد بتاعها لو كان فيه امتداد متغير. كمان لو عايز اضبط اغير الويتس اللي هو العرض او الارتفاع بغيره، وده اللي هي الاوامر اللي كانت معانا النهارده. يبقى خدنا امر اللي هو ايمج مع والخاصيه اس ار سي اختصار كلمه سورس، دي تستخدم لاضافه صوره داخل محتوى الصفحه، وطبعا خدنا الخاصيه ويتس وهايت مع اللي هي الامر ايمج لضبط عرض وارتفاع الصفحه. وبكده نكون انتهينا من درسنا النهارده، وارجو ان احنا نكون استفدنا.
من درسنا، وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.